أهلا بكم إلى نشرة 12 من النهار اليوم، ونبدأها بحادث حلوان الإرهابي. تشيع وزارة الداخلية في جنازة عسكرية 8 من رجالها استشهدوا في هجوم مسلح استهدف سيارتهم في منطقة حلوان. وأوضحت الوزارة أن 4 مسلحين كانوا يستقلون سيارة ربع نقل اعترضوا طريق حافلة صغيرة تقل رجال شرطة وفتحوا عليهم النار، مما أسفر عن استشهاد ضابط و7 أمناء. خمسون رصاصة تختال 8 رجال شرطة في ساعات الصباح الأولى بحلوان. هجوم مسلح جديد لأهل الشر استهدف سيارة ميكروباص تابعة للشرطة تقل قوة أمنية من مباحث قسم حلوان أثناء تفقدها الحالة الأمنية بدائرة القسم. ففي شارع عمر بن عبد العزيز اعترضت عربة ربع نقل سيارة المأمورية، وفي لحظة نزل 4 مجهولين كانوا مختبئين بكابينة العربة وأطلقوا الرصاص بكثافة من رشاشاتهم الآلية تجاه قوة الشرطة وهربوا، ما أسفر عن استشهاد جميع أفراد القوة الأمنية وهم معاون المباحث ملازم أول محمد حامد و7 أمناء شرطة بحسب بيان وزارة الداخلية. دقائق وانتقلت القيادات الأمنية لتمشيط موقع الحادث، وفرضت القوة كردونا أمنيا وأغلقت الشوارع المحيطة بالواقعة في محاولة للقبض على منفذي الهجوم. كما انتشرت 8 سيارات إسعاف بشارع الغربي بحلوان لنقل جثث الضحايا لمستشفى النصر. حسبي الله ونعم الوكيل في كل اللي بيعمل الظلم ده، والدولت لأهل دين ولأهل أي حاجة، لأن احنا شفنا المنظر أبشع مما يكون. إن في 8 ضابط و7 أمناء شرطة إن يتضربوا بالطريقة القذرة دي، وقلة الأدب، ده لا دين ولا إسلام ولا البهايم ولا الحيوانات بتعمل ده. إن العربية تيجي عليها سلاح من فوق وفي 4 مسلحين كانوا نايمين ياخدوا ينزلوا العربية تفضل رايحة جاية لحد ما تصفيهم خالص، ما تخليش فيهم واحد نفس. وحسبنا الله وكيل في اللي عمل كده. حسبنا الله وكيل في اللي عمل، حسبنا الله وكيل، حسبنا الله وكيل، حسبنا الله كيف عمل كده. راجل محترم جدا، راجل كويس والله، ما شفناش منه حاجه والله. حسبنا الله كيف الناس دي بعد ما اتضربت من الاهالي اللي قالوا الناس دي بعد ما اتضربت من النار نزل الاربعه بأهالي من العربيه اللي راكبينها وضربوا عليهم تاني وهم ميتين في العربيه. ده افترا، ما ينفعش، ده خالص ما ينفعش نهائي. خبراء المعمل الجنائي كشفوا من معاينه الحادث ان سياره الشرطه بها اثار لاكثر من 50 طلقه، حيث عثروا على عدد كبير من فوارغ الطلقات الآلية بجوار السيارة. وزير الداخلية من جهته سرعان ما شكل فريق بحث موسعا لتحديد هوية الجناة، يضم ضباطا من الإدارة العامة لمباحث القاهرة وقطاعي الأمن العام والأمن الوطني. أيضا النائب العام المستشار نبيل صادق وجه بفتح تحقيق عاجل في الهجوم الإرهابي، وكلف قطاع الأمن الوطني بسرعة كشف هوية المتورطين في الحادث. هي ليست الحادثة الأولى التي تستهدف فيها يد الإرهاب قوة الشرطة، إلا أن الإحصائيات تؤكد تراجع مؤشرات العمليات الإرهابية بعد نجاح الدولة والأجهزة الأمنية في تعاملها مع الإرهابيين وتنظيماتهم. شيرين مجدي، النهار اليوم. ومن أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس معنا عبر الهاتف مراسلة النهار اليوم مي عادلي، حيث من المنتظر إقامة جنازة عسكرية لهؤلاء الشهداء. مي، مساء الخير يا هاجر. نحن الآن أمام أكاديمية الشرطة في انتظار وصول جثامين شهداء الشرطة الذين تم استهدافهم في حلوان بشارع عمر عبد العزيز، حيث أسفر هذا عن استشهاد معاون مباحث القسم و7 أمناء شرطة. منذ الساعات الأولى ومن الصباح بعد الحادث مباشرة انتقل الأهالي مباشرة إلى مشرحة ذنهم، حيث وصلت الجثامين، ومنذ ساعة تقريبا بدأت الجثامين تخرج من المشرحة إلى الأكاديمية. نحن الآن في انتظار باقي وصول الجثامين، حيث من المفترض أن تتم صلاة الظهر عليهم، صلاة الجنازة في جنازة عسكرية
في أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس. مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية صرح أن فريق تم تشكيل فريق بحث لتحديد هوية الجناة وضبطهم، حيث ضم ضباطا من الإدارة العامة لمباحث القاهرة وقطاعي الأمن العام والأمن الوطني. أيضا وزير الداخلية نعى شهداء الشرطة الذين ضحوا بأرواحهم في حلوان صباح هذا اليوم. أسماء من استشهدوا: ملازم أول محمد حامد، أمين الشرطة عادل مصطفى محمد، أيضا أحمد حامد محمود، علاء عيد حسين، صابر أبو ناب أحمد، وأحمد مرزوق تمام، وداود عزيز فرج، وأخيرا أحمد إبراهيم عبد الله. هؤلاء هم معاون مباحث وسبع أمناء للشرطة. نحن في انتظار دخولهم من البوابة. نحن الآن أمام بوابة 5. هناك عدد كبير من التأمين حول كافة بوابات أكاديمية الشرطة بالتجمع، وحتى في الطرق الجانبية هناك تأمين كبير. الجنازة ستكون بالداخل، لا يسمح للأسف بدخول قنوات التلفزيون الخاصة. كان هذا المشهد أمام أكاديمية الشرطة. نعم، مي عدلي من أكاديمية الشرطة كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك على هذه التفاصيل. وأيضا عبر الهاتف ينضم إلينا الأستاذ إيهاب يوسف الخبير الأمني. مساء الخير أستاذ هاجر، تحياتي للأستاذ المشاهدين. مساء النور أستاذ إيهاب. بداية، في الفترة الأخيرة هناك تراجع ملحوظ للعمليات الإرهابية، ولكن كيف هو الخلاص نهائيا على مثل هذه العمليات؟ سؤال رائع وأمنية جميلة كلنا بنتمناها، مش بس في مصر ولكن في العالم. إنما باعتبار أن أنا راجل بتكلم في الناحية الأمنية وليه خلفية أمنية، وعادة الأمنيين بيكونوا متشائمين شوية وبيحاولوا يحطوا الاحتمالات السيئة قدامهم عشان يقدروا يشتغلوا عليها. فأقدر أقول لحياتك لا، مش قريب، مش بس بالنسبة لمصر، بالنسبة للعالم كله. وده مش عشان خاطر إحنا مقصرين، ولكن عشان العالم كله ما تحركش في وقت مناسب لمقاومة الإرهاب. ولو حضرتك تتذكري السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه كان اطلق مبادره لوضع استراتيجيه دوليه لمكافحه الارهاب، وللاسف لم يتم الاستجابه ليها لحد النهارده. نعم. عشان نقدر نكافح الارهاب حضرتك ما تقدريش تتكلمي على بؤره صغيره، ولكن بتتكلمي على افكار، وبتتكلمي على تربيه وثقافه وتنميه، وبتتكلمي على مقاومه على مستوى الدول. لو احنا خدنا من الشق الامني المقاومه على مستوى الدول، لازم هنا يحصل تعاون في مجال المعلومات، ويحصل التعاون في مجال الأسلحة والمعدات، وده جزء منه مش متوفر النهاردة مع الغرب للأسف، وما زال الغرب متحفظ في التعاون في هذه المجالات. طيب، هل هناك أساليب متطورة من الممكن اتباعها لمزيد من تأمين رجال الشرطة؟ بلا شك كلام حياتك صح جدا، ومفروض أن وزارة الداخلية وابتدت تاخد مجموعة من المبادرات وتستخدم التكنولوجيا الحديثة، وإحنا بنطالبهم أنهم يطوروا أكثر من إمكانية استخدام التكنولوجيا الحديثة في مجال تأمين الأفراد وفي مجال ضبط الجريمة. لأن مثلا العربية النهاردة طبعا إحنا بننع شهدائنا وبنشد على ايدين اسرهم ونقول لهم دمهم في رقبه كل مصري فينا. العربيه اللي كانوا راكبينها لو كان فيها كاميرات تنقل الصوره، كنا على الاقل عرفنا شكل الناس اللي عملت الجريمه، عرفنا ازاي حصلت اختلاف السلبيات دي. في المستقبل نقدر نقدم ادله للقضاء عند ضبط المتهمين. ده شق. الشق الثاني طبعا هو النهارده في بيانات طلعت من تنظيم من جماعه المقاومه الشعبيه التابعه لجماعه الاخوان المسلمين، وقالت ان هي اللي عملت الجريمه وبتتبناها بمناسبه مرور 1000 يوم على فض اعتصام رابعه. فهنا برضو في اشاره لجماعه الاخوان المسلمين. ولو ربطنا ده بالحكم اللي صدر امبارح باحاله 6 من المتهمين في قضيه التخابر الى فضيله المفتي، ممكن جدا يكون ده رد على قضيه الحكم في قضيه امبارح او تمهيد بالحكم في قضيه الامس. كل الامور دي بتخلينا نقول السند بتاعنا هو مجموعه من الاجراءات. لازم احنا التكنولوجيا الحديثه، لازم نعظم من مجال المعلومات، والتعاون طبعا والتدريب مهم جدا. طيب، اسمح لي، كما ذكرت سيادتك ان كان من الممكن ربط احداث الامس بأي شيء من الممكن كان أن يتوقع بسهولة حدوثه اليوم. في هذه الحالة تحديدا كيف تم استهدافهم؟ هل كان فعلا من السهل استهداف مجموعة من رجال الشرطة اليوم؟
للاسف اقدر اقول لحضرتك ان الامن الذاتي لدى كثير من قوات الشرطه ما بيتاخدش في الاعتبار بالصوره المثلى. يمكن احنا بنلاحظ ان كثير من عربيات القوات المسلحه وهي بتتحرك بتكون تحت تامين جيد، والكمائن اللي كانوا بيعملوها اثناء الاحتياج ليهم في الشارع كانت بتتعمل بطريقه فيها نوع من الاحترافيه العاليه. احنا بينقصنا ده الى حد ما في وزاره الداخليه فكره التامين الذاتي، لان بس طبعا احنا بالناحيه الثانيه بنقول الناس دي موجوده في الشارع 24 ساعه بتشتغل على مدار اليوم. الارهابي عنده فرصه ان هو يقدر يقتنص الوقت اللي الشرطي فيه في حاله استرخاء او حاله تعب، وبالتالي هو اللي بيحدد الهدف، هو اللي بيحدد التوقيت، فعنده فرصه اعلى. عشان كده بنقول لزمايلنا واخواتنا اللي في الداخليه خلي بالك من نفسك، لان في النهايه الارهابي بيحاول يقتنص الفتره اللي انت تكون فيها مستهلك وتعبان في حاله استرخاء عشان خاطر يقدر يقتنص ده. طبعا هنا مهم جدا ان احنا نامن خطوط السير ونشوف العربات بتطلع ازاي ونشوف المعلومات بتاعتنا ونحاول نقلل قدر المعرفه في المعلومات عشان خاطر ما تكونش في تسريب بيصل لايدين الارهابيين في اي وقت يقدروا يحددوا منه نقط ضعف يستغلوها. المشوار طويل. الفكره هنا ان احنا عندنا ناس محترفه في العمل الامني وشباب بيضحي بحياته عشان مصر ولازم نساندهم في ده، وفي نفس الوقت بعتقد ان المواطن عليه دور مهم جدا في ان هو يساند جهاز الامن سواء بالمشاعر او بالمعلومات لو اتيحت فيه مثل هذه المعلومات. الاستاذ ايهاب يوسف الخبير الامني، شكرا جزيلا لك. تبدأ لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم مناقشة مشروع قانون الخدمة المدنية المقدم من الحكومة، كما تتردد أنباء عن احتمالية أن تناقش الجلسة العامة للمجلس أزمة الصحفيين والداخلية، بالإضافة إلى التقارير المتعلقة بالمناطق الحدودية التي أجراها البرلمان خلال الأيام الماضية، والتي كان من بينها الوادي الجديد وحلايب وشلاتين وجنوب سيناء ومطروح والواحات. أعلن نقيب الصحفيين يحيى قلاش تأجيل المؤتمر العام للجمعية العمومية لمدة أسبوع بدلا من عقده بعد غد الثلاثاء بناء على اقتراح نواب، لإفساح المجال أمام جهود معالجة الأزمة مع وزارة الداخلية. وعقب اجتماع بين أعضاء مجلس النقابة والنواب الصحفيين، رحب قلاش بأي مبادرات لحل هذه الأزمة، مشددا في الوقت نفسه على تمسك النقابة بحقها القانوني. وفي هذا السياق بحث المجلس اقتراحا مقدما من عدد من النواب البرلمان بتأجيل المؤتمر العام الذي تحدد له يوم الثلاثاء المقبل، واستجابة من المجلس لهذا الاقتراح قرر تأجيله لمدة أسبوع لإعطاء الفرصة لكل الأطراف والوسطاء سواء من داخل البرلمان أو خارجه لتفعيل جهودهم في اتجاه حل الأزمة، تدليلا من المجلس على حرصه على المصلحة الوطنية وإعطاء الفرصة لكل الأطراف لإنجاح مبادراتهم مع استمرار المجلس في حالة انعقاد مستمر. وأكد مجلس نقابة الصحفيين أنه ليس على خلاف مع مؤسسات الدولة، كما أكد احترامه لها وللسيد رئيس الجمهورية، مشددا على أن الصحفيين لم ولن يكونوا فوق القانون. تنظر محكمة القضاء الإداري اليوم دعوى تطالب ببطلان انتخابات نقابة الصحفيين الأخيرة. الدعوى التي أقامها محمد يوسف المرشح السابق في هذه الانتخابات ضد نقيب الصحفيين يحيى قلاش بصفته ووكيل النقابة جمال عبد الرحيم رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات النقابية بصفته، تطالب بوقف تنفيذ قرار اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي بدعوى أنه شابه بطلان وتلاعب في التصويت والفوز. يجري أطباء من الطب الشرعي بمشرحة زنهم تشريحا لجثمان الشاب المصري محمد باهر صبحي لمعرفة أسباب وفاة الشاب الذي عثر على جثته على قضبان قطار بمدينة نابولي الإيطالية نهاية الشهر الماضي. وقالت السلطات الإيطالية إن الشاب المصري لقى مصرعه نتيجة اصطدامه بالقطار، وكانت الخارجية طالبت السلطات الإيطالية بتقرير عاجل عن ملابسات الحادث ونتائج تشريح الجثمان. هو يعني على شريط القطر، طبعا لما لقوا على شريط القطر احنا طبعا بقى ما شفناش عشان نقول الواقع بقى يعني حصلت ازاي وما حصلتش ازاي. فتعمل محضر مبدئي وقالوا انه ضربوا قطر او خبطوا قطر او حادثة قطر من هذا القبيل. فطبعا يعني احنا طيب القطر لو قطر زي ما هم بيقولوا، القطر لو ضرب واحد هيخليه سليم؟
هذه النشرة متواصلة معكم وفيها: البصل محصول الموسم في الغربية محاط بأمراض عدة تهدد بتلفه. ولكن بعد هذا الفاصل. مشاهدينا من جديد، مرحبا بكم. بالعودة إلى خبر الاجتماع الصحفيين بالأمس، معنا عبر الهاتف كارم محمود، رئيس لجنة التشريعات بنقابة الصحفيين. أستاذ كارم، أرحب بك إلى هذه النشرة. بداية، ماذا في التفاصيل في اجتماع الأمس؟ أستاذ كارم، هل تسمعني؟ يبدو أننا قد فقدنا الاتصال. قال المرصد السوري لحقوق الإنسان أن 20 عسكريا إيرانيا قتلوا في معارك مع مسلحين من جيش الفتح للسيطرة على بلدة خان طومان بريف حلب، وهي أكبر خسارة تتعرض لها إيران في يوم واحد بسوريا. وأوضح المرصد أن بين القتلى الإيرانيين 13 مستشارا عسكريا من الحرس الثوري الإيراني. في سياق آخر، أعلنت روسيا أن هدنة في مدينة حلب جرى تمديدها حتى غد. تستأنف اليوم بالكويت المفاوضات اليمنية بين الحكومة والحوثيين، وذلك بعد رفض وفد الحوثيين التعامل مع جدول أعمال المباحثات واللجان الثلاث. وكان المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد أقر بصعوبات وتحديات التي تمر بها مشاورات السلام، وأكد على الإصرار على التقدم بالرغم من كل التحديات، داعيا الأطراف على الأرض للتحلي بالهدوء والاحتكام للعقل ووضع مصلحة الشعب اليمني فوق كل اعتبار. اعتبر المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب أنه من غير الضروري أن يتوحد الحزب الجمهوري وراءه، لأنه سيحصل على أصوات ملايين الأشخاص من المعسكر الديمقراطي. واعتبر الملياردير العجوز أنه ليس بحاجة إلى ماكينة الحزب للفوز بمفاتيح البيت الأبيض، لأنه يعتقد أن ملايين الناخبين الذين يصوتون تقليديا للمرشح الديمقراطي سيصوتون له هذه المرة. أعلن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ وان أن بلاده لن تستخدم السلاح النووي إلا إذا انتهكت سيادتها قوة نووية أخرى. كما أكد الزعيم أمام المؤتمر العام للحزب الحاكم في بيونغ يانغ أن كوريا الشمالية ستفي بالتزاماتها في مجال حظر الانتشار النووي، وستمارس ضغوطا في سبيل جعل العالم خاليا من السلاح النووي. أخبار الاقتصاد بعد فاصل قصير. بدأت مؤشرات البورصة تعاملاتها الصباحية اليوم بداية جلسات الأسبوع على تباين في الأداء، وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي EGX 30 بنسبة 0.03%، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة EGX 70 بنسبة 0.22%، ومؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.12%. صرح وزير الاتصالات ياسر القاضي بأن مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات سيجتمع اليوم لوضع الأطر شبه النهائية لتراخيص الجيل الرابع. وأضاف القاضي أن تراخيص الجيل الرابع ستطرح للشركات الأربع العاملة في السوق المصرية، مؤكدا أنه في حال رفض أي شركة الحصول على التراخيص سوف تطرح لشركات أخرى خارج السوق المصرية عن طريق عمل مزايدات. من
من ناحية أخرى، وزع وزير الاتصالات ياسر القاضي مجموعة من الجوائز التشجيعية للأفكار المتميزة التي طرحت في مؤتمر ومعرض قمة الابتكار وريادة الأعمال الذي أقيم بمكتبة الإسكندرية. وقرر الوزير احتضان الأفكار الفائزة في المنطقة التكنولوجية ببرج العرب ودعمها حتى يتمكن أصحابها من إنشاء شركاتهم الصغيرة كي تصبح قادرة على الإنتاج والمنافسة في الأسواق سواء المحلية أو العالمية.